السلام عليكم. هنعمل مع بعض ايس كيب، ينفع اطفالي وينفع كبار. هنحتاج لخيط هيمالايا افري داي، وكورة فر، وابرة 3 ملي. هنبدأ بقى مع بعض. هنعمل عقدة البداية ونعمل سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 غرز، وناخد سلسلة كمان يبقى عندي 10 غرز. هنبدأ بغرز حشو، طبعا انا عملت الغرزة رقم 10 كغرزة ارتفاع لأول سطر، يعني انا هشتغل 9 غرز حشو. اشتغلت اول سطر 2 4 6 8 9 غرز حشو. تاني سطر هناخد غرزة ارتفاع سلسلة، وهنشتغل في الحلقة الخلفية غرز حشو، في كل غرزة حشو في الحلقة الخلفية غرزة حشو واحدة بس، اهي الحلقة الخلفية. تمام، سطر رقم 3 هنرتفع بغرزة سلسلة، وهنلف الشغل، وهنشتغل برضو في الحلقة الخلفية كده. كل الشغل عندنا هيبقى في الحلقة الخلفية. لحد ما نوصل لدوران الراس اللي احنا عايزينه. السطر رقم 4 ارتفعنا بغرزة سلسلة، وبعد كده هنشتغل في الحلقة الخلفية غرز حشو لحد آخر السطر. السطر رقم 5 هنشتغل فوق كل غرزة حشو في الحلقة الخلفية. دي الحلقة الخلفية عندي، دي الحلقة الأمامية ودي الحلقة الخلفية. هنشتغل في الحلقة الخلفية، كل سطر هيبقى في الحلقة الخلفية لحد ما نوصل لدوران الراس اللي احنا عايزينه. نرتفع سلسلة بداية السطر الجديد، وهنشتغل فوق كل الحلقات الخلفية غرز حشو. هكمل بقى كده عدد سطور لحد ما اوصل لدوران الراس اللي انا عايزاه، وهرجع لكم تاني. انا خلصت الدوران اللي انا عايزاه ورجعت لكم تاني. هنقفل بقى الناحيتين دول مع بعض، هنخش برضو في الحلقة الخلفية، ونخش كده في بداية السطر. كده في أول غرزة، مع أول غرزة هنا في الحلقة الخلفية بتاعتها، ونسحب
هنشتغل منزلقة، هنقفل كده بغرز منزلقة كده، كل غرزة قدام الغرزة اللي تقابلها ونعمل فيها منزلقة كده. آخر غرزتين هنرتفع بقى بغرزة سلسلة، وهنشتغل على كل السطور اللي عندنا. انا هعتبر ان كل سطر حشو انا عاملاه هنا بمثابة غرزة، يعني هشتغل فوق كل سطر غرزة حشو واحدة بس. تمام كده، نشتغل فوق كل سطر عندنا غرزة حشو واحدة، عشان لو زودنا هتبقى طالعة كده مفتوحة قوي، هتبقى بالمنظر ده. فهو انت اشتغلي فوق كل سطر غرزة واحدة احسن، يعني افضل. كده بصي، نشتغل فوق كل سطر غرزة حشو واحدة بس، انا هكمل كده فوق كل سطر غرزة حشو واحدة وهرجع لكم تاني. رجعت لكم، هنقفل السطر في اول غرزة حشو عندي بمنزلقة، هنرتفع سطر غرزتين سلسلة، وهنشتغل فوق كل غرزة نص عمود كده. فوق كل غرزة حشو هنعمل غرزة نص عمود واحدة كده لحد آخر السطر، وهرجع معاكم عشان نقفل مع بعض ونشوف هنشتغل السطر الجاي ازاي. خلصت السطر وهقفل معاكم، هنقفل فوق في تاني غرزة سلسلة أخدناها السطر اللي فات بمنزلقة، طول الخيط كده، هدخل في الغرزة التانية اللي انا قفلت فيها بمنزلقة وهسحب الخيط بالطريقة دي كده، هدخل من الخلف للأمام ونسحب الخيط كده، هنرتفع بسلسلتين، واحد اتنين، دي كده اول نص عمود عندنا. هنشتغل بقى، شايفين الحلقة الخلفية دي بيكون وراها في حلقة تانية اهي المدورة دي، هندخل فيها ونعمل تاني نص عمود عندنا كده، نركز بس مع بعض عشان انا غرزي ضيقة كده. تمام، تاني نص عمود هنعمله برضو في الحلقة اللي ورا الحلقة الخلفية تالت نص عمود كده،
انا في غرزة صفة معانا اهو كده، تاني نص عمود، تالت نص عمود، رابع نص عمود. لو هتتلخبطي بالطريقة دي ممكن تعملي انت في الحلقة الخلفية عادي، بس انا هشتغل في الحلقة اللي ورا الحلقة الخلفية كده. تمام كده، كل السطر بالطريقة دي. ليه انا بشتغل كده؟ عشان انا بعمل الشكل ده، ده شكل كده معايا في الايس كيم. تمام، هنشتغل كل السطر في الحلقة اللي ورا الحلقة الخلفية كده لحد اخر السطر بنفس الطريقة. تمام، نقرب اهي، دي الحلقة الخلفية. الحلقة اللي وراها هندخل فيها ونقفل ونشتغل. الحلقة الخلفية، لا الحلقة اللي وراها ندخل فيها ونشتغل النص عمود بتاعنا. هنفضل مكملين كده هكمل لحد اخر السطر وهرجع لكم تاني عشان نعمل السطر الجاي مع بعض. خلصت السطر وهنقفل في اول سلسلتين بتوع السطر، بتوع بداية السطر بمنزلقة. هنطول الخيط، هندخل من الخلف للامام وهنسحب الخيط الناحية التانية. نعمل سلسلتين، واحد اتنين، نشتغل في الحلقة الخلفية بتاعتنا اهي. الحلقة الخلفية هنشتغل في الحلقة اللي وراها على طول كده بالراحة. دي الحلقة الخلفية هنسيبها، هنخش في الحلقة اللي وراها كده ونشتغل نص عمود برضو نفس السطر اللي عملناه قبل كده. تمام، بنسيب الحلقة الخلفية وبنخش في الحلقة اللي وراها وبنشتغل نص عمود. هنكمل بنفس الطريقة لحد آخر السطر وهرجع لكم عشان نقفل مع بعض ونبتدي السطر اللي بعده. خلصت السطر ورجعت عشان نقفل مع بعض. هنقفل زي المرة اللي فاتت في أول غرزة اللي هما السلسلتين اللي مرتفعين بيها في أول غرزة، وهندخل من الخلف للأمام ونسحب الخيط بتاعنا كده. هنرتفع سلسلتين، واحد اتنين، وهنخش في الحلقة اللي ورا الحلقة الخلفية ونشتغل أول نص عمود عندنا. هنكمل فوق كل نص عمود في الحلقة اللي ورا الحلقة الخلفية، نشتغل فيها نص عمود واحد. نكمل اهي الحلقة الخلفية هنسيبها وهنخش في الحلقة اللي وراها ونعمل نص عمود. هكمل لحد آخر السطر وهرجع لكم عشان هنعمل الغرزة بتاعتنا. خلصت السطر وقفلت بمنزلقة وهبدأ الغرزة. انا هشتغل غرزة النجمة. هنرتفع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة. هنفوت اول سلسلة وهنخش في السلسلة رقم اتنين وناخد لفة على الابرة
سلسلة رقم واحد، ونسحب لفة على الإبرة في المكان اللي قفلنا بيه، ونسحب لفة على الإبرة. بعد كده هنخش في أول نص عمود يقابلنا ونسحب لفة على الإبرة، تاني نص عمود ونسحب لفة على الإبرة. بعد كده هنخرج من كل اللفات مرة واحدة، وهناخد غرزة ونقفل بيها النجمة بتاعتنا. كده عملت أول نجمة، نعمل تاني نجمة. هنخش في القفلة اللي عملناها ديت وهناخد لفة. بعد كده هنخش في النجمة نفسها اهي في آخر لفة كنا واخدينها، ونسحب لفة على الإبرة. هنخش في الغرزة بتاعة النجمة الأخرانية وهناخد لفة على الإبرة. بعد كده أول نص عمود يقابلني، تاني نص عمود يقابلني، وهنخرج من كل اللفات اللي معانا وهنقفل بغرزة. تاني هندخل في القفلة اللي عملنا فيها اللي أخدناها عشان نقفل بها النجمة، ونسحب لفة على الإبرة. آخر لفة كنا واخدينها هنخش فيها ونسحب لفة على الإبرة. كده العمود اللي كنا عاملين فيه آخر لفة أخدنا فيه لفة. بعد كده أول وتاني عمود يقابلونا، نسحب فيهم لفتين ونخرج من كل اللفات ونقفل بغرزة. تاني نخش في القفلة ونسحب لفة. في آخر لفة كنا واخدينها هنعمل فيها لفة. في آخر نص عمود كنا عاملين فيه الغرزة بتاعتنا هنعمل فيه لفة. أول وتاني نص عمود يقابلونا، ناخد فيهم لفتين. بعد كده هنخرج من كل اللفات ونقفل. تمام، نعملها تاني. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وهنخرج من كل اللفات ونقفل بغرزة. تمام، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ونخرج من كل اللفات وهنقفل بغرزة. نعملها تاني من قريب شوية. اهي القفلة اللي احنا عملناها، هندخل فيها ونسحب لفة على الإبرة. آخر لفة كنا واخدينها النجمة اللي قبلها هنخش فيها ونسحب لفة. آخر نص عمود كنا عاملين فيه آخر لفة هندخل ونسحب فيه لفة. أول وتاني عمود يقابلونا، نعمل فيهم لفتين. بعد كده هنخرج خالص من كل اللفات وهناخد غرزة نقفل بيها. كمان مرة، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وهنخرج خالص ونقفل. هكمل لحد آخر السطر وهرجع لكم تاني. خلصت السطر وآخر نجمة عندي فيه، هنقفل بقى في أول نجمة بمنزلقة. كده هنرتفع 2 سلسلة، واحد، اتنين، هندخل في سنتر النجمة وهنشتغل فيها 2 نص عمود، واحد، اتنين، كل سنتر نجمة هنعمل فيه 2 نص عمود، واحد، اتنين. سنتر النجمة هو الغرزة اللي احنا قفلنا بيها النجمة في السطر اللي فات، واحد، اتنين، واحد، اتنين. كل سنتر نجمة هندخل نعمل فيه غرزتين نص عمود، واحد، اتنين. لما بنشتغل الاتنين نص عمود بيدوا شكل النجمة كده معانا، شايفينها؟ يبقى هنخش كل سنتر نجمة ونعمل فيها 2 نص عمود لحد آخر السطر. نشتغل بنفس الطريقة، 2 نص عمود في سنتر النجمة. هخلص السطر وهرجع لكم تاني. خلصت السطر وقفلت بمنزلقة. دي كده أول واحدة عندي. الواحدة بتبقى عبارة عن 3 نص عمود بشتغلهم في الحلقة اللي ورا الحلقة الخلفية وسطر نجمة. تمام، السطر اللي جاي هنسحب الخيط بعد ما قفلنا بمنزلقة من الخلف للأمام عشان نبدأ الوحدة التانية عندنا اللي هي بدايتها سطر نص عمود في الحلقة اللي ورا الحلقة الخلفية.
نرتفع باتنين سلسلة، واحد اتنين، وهنشتغل في كل الحلقات الخلفية عندنا نص عمود، واحد اتنين، وهنكمل بنفس الطريقة في الحلقة اللي ورا الحلقة الخلفية نص عمود كده. ده أول سطر، هنعمل بعديه كمان سطرين نص عمود ونعمل غرزة النجمة عشان نكون واحدة زي دي، وهنفضل شغالين بنفس الطريقة لحد الطول اللي أنا عايزاه لحد ما أوصل للتناقص. أنا هكمل عدد من الوحدات وأرجع أقولكوا عملت كام واحدة بالظبط قبل ما أعمل سطور التناقص، ونعمل التناقص مع بعض. خلصت الطول اللي أنا عايزاه، عملت 3 وحدات، هنعمل بقى تناقصات عشان نلم الطاقية من فوق. هنرتفع بغرزة سلسلة وهنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة نص عمود. هنكمل لحد آخر السطر غرزة حشو واحدة فوق كل عمود، والسطر الجاي هنعمل تناقص. خلصت السطر وقفلت بمنزلقة، هنرتفع بسلسلة وهنشتغل واحد اتنين غرزة حشو، وهنعمل تناقص في التالتة والرابعة مع بعض كده. التناقص ليه كذا طريقة، ممكن تخش في الحلقتين مع بعض وتعمليها، وممكن تشتغل 2 حشو مع بعض، واحد اتنين، وهتناقص بالطريقة دي. خش في الحلقة الأمامية والحلقة الأمامية من الغرزة اللي بعدها واشتغل فيها غرزة حشو واحدة، واحد اتنين، وهنعمل التناقص. واحد اتنين، ونعمل تناقص. واحد اتنين، ونتناقص. هكمل بنفس الطريقة لحد آخر السطر وهرجع لكم تاني. خلصت السطر، والسطر رقم 3 في الحشو، هنرتفع سلسلة وهنشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس، ما عنديش تناقص. السطر ده سطر بتناقص وسطر من غير تناقص، فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس. هكمل لحد اخر السطر وهرجع لكم تاني. خلصت السطر، والسطر الرابع في الحشو هنعمل فيه تناقص، هنشتغل غرزتين حشو وهنتناقص في الغرزة رقم 3 و4 كده. هنكمل لحد اخر السطر غرزتين حشو، وفي الثالثة والرابعة تناقص. هنخش كده في الحلقة الأمامية بتاعة الغرزة الثالثة والحلقة الأمامية بتاعة الغرزة الرابعة، ونشتغل فيهم غرزة حشو كده. تمام، يبقى واحد اتنين، ونتناقص في الثالثة والرابعة. هكمل بقى لحد اخر السطر غرزتين حشو وغرزة وتناقص في الغرزتين اللي بعدهم وهرجع لكم تاني. خلصت السطر الرابع، والسطر الخامس هنشتغل فيه من غير تناقص، فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة بس. نكمل لحد اخر السطر غرزة حشو واحدة بس وهرجع لكم تاني.
خلصت السطر والسطر السادس هنشتغل غرزتين حشو وتناقص، واحد اتنين، وهنعمل تناقص في تالت ورابع غرزة. هنخش في الحلقتين الأماميتين ونشتغل فيهم غرزة حشو، بعد كده هنشتغل غرزتين حشو وغرزة غرزة، وهنعمل في التالت والرابع تناقص. ونكمل لحد آخر السطر وهرجع لكم تاني. خلصت السطر السادس والسطر السابع، هنشتغل فوق كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة بس، ما عنديش تناقص فيه. انا هكمل لحد اخر السطر غرزة حشو واحدة بس وهرجع لكم تاني. خلصت السطر والسطر التامن هنشتغل فيه تناقصات، هنشتغل غرزتين حشو، واحد اتنين، ونعمل تناقص في التالتة والرابعة. بعد كده غرزتين حشو، بعد كده تناقص، هكمل لحد آخر السطر بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. خلصت السطر واشتغلت سطر من غير أي تناقص، وخلاص كده هنقص الخيط عشان نقفل بيه الطاقية، نسحبه كده. بإبرة بقى التنظيف هندخل كده في كل الغرز غرزة غرزة، كده غرزة غرزة بنظام التدكيك كده. وقبل بقى ما نقفلها كلها الكورة الفرو بتاعتنا من الستينة كده، نسحبها جوه، نقلب بقى الايس كاب ونشد الجامد كده عليها، وطبعا هنخيطها جوه عشان ما تتفكش عشان تبقى متينة. نخيط الستانة وبرضه هنخيط الكورة كده من بره. هنخيط بس الكورة كده خياطة بسيطة،
ده شكلها النهائي. ننضف بقى الخيط بتاعنا، دي طبعا انا اشتغلت عليها ساعة سطور الحشو في البداية، فنقص على طول، والخيط اللي من جوه برضو نقصه، بس بعد ما ننضفه يعني. خش كده في غرز الحشو وننضفه، ده الشكل النهائي كده بتاعه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم، اشتركوا في القناة اللي مش مشترك عشان يوصل له كل الفيديوهات الجديدة بتاعتي.